كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى أعرابيا يطوف بها ويقول يا كريم، فقال النبي وراءه يا كريم، فانتقل الأعرابي إلى الركن الثاني وقال يا كريم، فقال النبي صلوا عليه، فقال الشفيع، فقال النبي وراءه يا كريم، فانتقل الأعرابي إلى الحجر الأسود وقال يا كريم، فقال النبي، فقال الشفيع، فقال الحبيب وراءه يا كريم، فالتفت الأعرابي إلى النبي محمد فقال له أتهزأ بي يا أخ العرب؟ والله لولا صباحة وجهك وبهاء طلعتك لشكوتك إلى حبيبي محمدا. فقال له النبي أفلا تعرف نبيك يا أخ العرب؟ قال والله آمنت به ولم أراك ودخلت مكة ولم ألقى. قال له النبي أنا نبيك يا أخ العرب، فانكب الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله. فنزل جبريل الأمين على النبي محمد فقال له يا حبيب الله، الله يقرئك السلام ويقول لك قل لهذا الأعرابي إن قال يا كريم أيظن أننا لا نحاسب؟ فقال الأعرابي والله يا نور العين يا جد الحسنين يا جد الحسنين، لو حاسبني ربي لأحاسبنك
قال له النبي: وكيف تحاسب ربك يا أخ العرب؟ قال: لئن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرتك، وإن حاسبني على تقصيري حاسبته على جوده وكرمه. فقال جبريل الأمين على النبي، فقال له: يا حبيب الله، الله يقول لك: قل لهذا الأعرابي ألا يحاسبنا ولا نحاسبه. صل على محمد يا إمام الروس لي سنادي. Yes, sir.
حبك.